ما شاء الله شوف الامطار. انا من طلعنا وما شاء الله نمشي سرعة 40 وما شاء الله الامطار خير، درجة الحرارة تتبعبي سيارتنا بنزين، هي طريقة البنزين مالهم السوبر ماركت نمشي ما شاء الله. هذا البنوت اللي كانت معها هايدي، طبعا هو لا شك انها يحطوا لك شيء مقابل الثمن اللي قاعد تحطه. ولا هايدي قاعد تقرا كتب؟ شنو هذا بسام؟ ها طلال، طلال شنو يعني هايدي قاعد تقرا كتب؟ هايدي هذه مجلات هايدي. بابا طبعا حطوها جلال مثل ما قلتكم، المؤلفه كانت ساكنة في القرية هذه وألفت القصة هذه قبل 150 سنة، والقصة هذه ألفوها 50 لغة اللي انتشرت. إجلالا لها حطوا لها المبنى هذا كله كامل، بس عليها إطلالة صخرة ما شاء الله. الحين في قرية أو في بيت هايدي اللي موجود في سويسرا، طبعا البيت هذا له شهرة ولا معالم ولا كذا غرف ومخزن. من هاي عورو مخزن، وهذا جاكيت شو اسمه، وهذا رورو تاكل من التفاح. غرف في التخزين عدتهم بالكاملة، طبعا في غرف كثيرة بس الفيديو ما اقدر امشي فيه. تشوفون المناظر هذا عند قرية هايدي.